بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين الاتصال باسم الله المؤمن. اجلس في مكان هادئ وحاول تخلي القدمين بعيد عن بعض واليدين بعيد عن بعض. نفس عميق. هناخد النفس من الأنف ونخرجه من الفم بهدوء مرة تانية. مرة تالتة النفس. تخيل نفسك الآن في أكتر لحظات كنت فيها خايف أو عندك معاناة من ضغوطات الشغل أو توارد الأفكار عليك منعتك من وقت راحتك من وقت نومك. دماغك شغالة عمال تفكر طول الوقت. خوفك على نفسك من العذاب في الآخرة أو خايف إن الطاعات البسيطة اللي بتعملها ما تتقبلش. وكل المخاوف دي من الشيطان علشان يبعدك عن الطريق، علشان يخرجك برا الصراط ويخليك ترجع تعمل الذنوب لأنه بيضخمها ويكبرها ليك، يوهمك إن ربنا مش هيسامحك. لو حسيت انك عايز تبكي ابكي، سيب الدموع تخرج ما تحبسهاش، سيب التثاؤب، سيب الكحة تخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. فوضت أمرك لله واستقمت. تتنزل عليك الملائكة الآن. تتنزل علينا الملائكة تحفنا من الأرض إلى السماء. من حولنا آلاف مؤلفة من الملائكة تدعو لنا بالرحمة والقبول والطمأنينة والهدوء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. مفيش خوف من النهاردة. خوفك هيتبدل بأمن وأمان وهدوء وسلام وطمأنينة. ألا تخافوا ولا تحزنوا. مفيش حزن، بقى فيه سرور وفرح. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من النهاردة دخلت جنة الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدك بيها. هتشوف جنة الله على الأرض. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من اللحظة دي ربنا وليك في الدنيا قبل الآخرة. هيكون معاك في كل موقف، يبعت لك رسل تنبهك ان انت تعدل من طريقك او من تفكيرك. وكمان في الآخرة هيأمنك في كل مرحلة بتمر فيها. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
أخيرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. كل شيء نفسك فيه هتلاقيه قدامك في الدنيا قبل الآخرة، هتلاقيه ميسر، هتلاقيه مسخر ليك أول ما تفكر فيه أو يجي على بالك. ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. دلوقتي الملائكة بتؤمن على دعائنا وكل ما طلبنا من الله سبحانه وتعالى. يلا نردد مع الملائكة آمين آمين آمين. الملائكة تحفنا من الأرض إلى السماء من اللحظة دي، مفيش خوف مفيش حزن، أبشر بالجنة اللي ربنا وعدك بيها. من اللحظة دي ربنا وليك في الدنيا، هو حيتولى أمرك ويتولى أمورك كلها في الآخرة. اوعى تشيل هم نفسك أو هم غيرك من الناس اللي بتحبهم، سواء كانوا عايشين أو توفاهم الله. كل اللي نفسك فيه من خير الدنيا والآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي أو عقلي بشر، مسخر ليك بأمر وإذن وفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كل موقف صعب أنا موجود فيه الآن ربنا حيبعت لي رسول ترشدني للطريق الصحيح علشان ألاقي الحل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا إن معي ربي سيهدين. ربنا حيقدم لي الدعم في كل لحظة وكل موقف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل يقلب الضعف إلى قوة. ما تريد أن تحصل عليه أنفقه مع جميع المخلوقات، مع الأطفال وكبار السن والحيوانات. اللهم إنك أنت المؤمن وأنا عبدك يا مؤمن، أنت ولي في الدنيا والآخرة، إذا أنا في أمن وسلام وسكينة بك يا مؤمن، أنا مصدق بك يا مؤمن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كرر فسنيسره لليسرى في كل موقف، في كل عمل، في كل شيء بتبدأه، في كل شيء حاسس فيه بتعسر، فسنيسره لليسرى. الله سبحانه وتعالى خلق كل أسباب الأمن وهو اللي هدانا إليها وأرسل لنا إشارات ورسل من الأشخاص اللي حوالينا علشان تدلنا على الطريق. لما بنتصل باسم الله المؤمن زي ما حدث في الغار مع سيدنا أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قال له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فمن كان متصلا بالله تجلى الله عليه ببعض صفاته حسب الموقف الذي يمر به. فالموقف الذي كان مع الرسول وصاحبه تجلى الله فيه لا تدركه الأبصار، فتجلى الله عليهم بجزء من صفاته. فإذا كان الإنسان في موقف خوف تجلى صفات اسم الله المؤمن، وإذا كان الإنسان في موقف ضعف تجلى صفات اسم الله القوي، وإذا كان الإنسان في موقف تخفي تجلى صفات اسم الله الستار أو الستير. ونختم بخواتيم سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أنوي لي ولكم مزيج من الامتزاج بأنوار وصفات وأسماء الله، وبالأخص في هذا الموقف الامتزاج باسم الله المؤمن. أنعم الله عليكم بالهدوء والسلام والسكينة والراحة، والوصول إلى حالة سيتا من الهدوء والنوم العميق. أنوي لي ولكم نوم عميق وحالة سيتا بهدوء وسلام وسكينة. دمتم في نعيم وأمان وسلام من الله.